يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا فرج الله يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبي العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطيور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أوثرا يا ابن الحسن مبارك يا ابن الحسن مبارك يا ابن الحسن مبارك يا ابن الحسن مبارك يا شبل الإمام العسكري وين يا مولاي هل جمع أراضيك عقدنا المحفل وما جيت مولاي تعال نريد كلنا نبارك عليك يا ابن عمه وتبارك يا ابن الحسن مبارك يا ابن الحسن مبارك يا ابن الحسن رتبنا المكان وجبنا الشموع وجت الناس باللهفة ناغيك وهم جبنا ورود وكوم زينات ولا ندري متى توصل معاليك ما شفناك ما شفناك يمكن عمي العيون لا الذنوب منعتنا نلاقي لا يمكن حضرت بغير مجلس خبرنا ونجي نلتم حواليك صحي ويانا تشارك حفيلنا بانتظارك يا ابن الحسن مبارك يا ابن الحسن مبارك يا ابن الحسن مبارك
يا ابن الحسن أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أو الثرى؟ أبرض أو غيرها؟ أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شايق يتمنى. من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا فحنا فحنا. أدري البارحة ما طبقت جفونك، وأدري من البواجي تقرحت عينك، تترجى الصبح كم ليندبونك، تترجى الصبح كم ليندبونك، غافلين عنك مولاي. بنفسي أنت أمنية شايق يتمنى. ممن؟ من مؤمنين ومؤمنة ذكرى فحنا. بنفسي أنت عقيد من عقيد عز لا يسام. بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي أن أجاب دونك وأناها، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكى؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة بغده فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع؟ متى ننتفع من عذب مائك؟ فقد طال الصدر. متى نغاديك ونراوحك يا فرج الله؟ فنقر عينا متى؟ متى متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس؟ ترايا أترانا نحف بك وأنت تأم الملام؟ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت عداك هوانا وعقابا.
وأبرت العتات وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث فأغث عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى.